أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. السائل يقول: هل من يتأخر عن ختم القرآن أكثر من 40 يوما يعتبر هاجرا للقرآن؟ يكره، إيه نعم، يعتبر أنه هاجر للقرآن، لأن الهجر على أنواع: هجر التلاوة، هجر العمل، هجر الحكم به، هجر التدبر. الهجر أنواع، منها أنه يترك تلاوته، هذا هجر له بلا شك. نعم.